اهلا بيكم. قبل الفاصل قلنا ان في نوعيه من برامج التجسس اللي بيستخدمها ضدك هيبقى محتاج يوصل لتليفونك علشان يركبها لك، لكن احيانا ممكن الشخص اللي بيبقى عايز يتجسس عليك بيكون فاهم شويه في التكنولوجيا، ممكن يخدعك ويخليك انت اللي تركب البرنامج عندك. في خدمات على الانترنت بتتيح لاي شخص انه يتصل من اي رقم تليفون غير الرقم بتاعه، او يختار كمان الرقم اللي هيتصل منه. يعني ببساطه ممكن اللي عايز يخدعك يتصل بيك من تليفون خدمه العملاء لشركه الموبايل بتاعتك، او يتصل بيك مثلا من رقم البنك بتاعك او اي شركه او جهه حضرتك بتثق فيها، والمكالمه هتجيلك من الرقم اللي انت عارفه، وفي الحاله دي ممكن يتظاهر انه من الشركه بتاعه الموبايل مثلا، وانهم بيعملوا ابديت للسيستم وعايزين سعادتك تركب برنامج من البرامج اللي هيبعتوها لك على اللينك ده. وفي الحاله دي اللينك هيكون عليه برنامج التجسس، وساعتها لو الضحية مش فاهم هيركب البرنامج عادي، وساعتها كل سنة وانت طيب، بياناتك كلها بقت عند النصاب وبقى بيتحكم في تليفونك عن طريق البرنامج اللي انت شخصيا ركبته بإيدك. دي طريقة من طرق التجسس المبتكرة من النصابين، وطرق تانية كتير جدا بتتعمل ببرامج متخصصة في التجسس على التليفونات ومراقبة الشخص اللي بيستخدم التليفون من غير ما يكون معاه التليفون بتاع الضحية. في برنامج المجرمين عارفينه وبيستخدموه بشكل كبير جدا ضد ناس كتير. أهم ميزة في البرنامج ده هي أنك مش محتاج التليفون بتاع الشخص عشان تركب عليه البرنامج. الأهم أن المجرم ممكن يخدع الضحية أنه يحمل برنامج من الإنترنت أو من تطبيق على أنه لعبة مثلا أو أبليكيشن بتاع أي حاجة مهتم بيها الشخص. الأبليكيشن ده بيبقى فيه السيرفر بتاع برنامج التجسس، والشخص اللي بيحمل اللعبة أو التطبيق ما بيبقاش عارف الكلام ده. يعني من الآخر اللعبة أو التطبيق بيبقى ملغم ببرنامج التجسس. يجي لك لينك مثلا في رسالة أو على الواتساب أو الماسنجر يقول لك نزل التطبيق ده مجانا عشان تعرف الأرقام مثلا اللي كلمتك، أو أي حاجة شبيهة بالموضوع ده. بمجرد ما بتنزل التطبيق ده من اللينك برضو كل سنة وانت طيب. بيظهر بقى عند الشخص اللي بيتجسس عليك على البرنامج ان انت لقطت الطعم، وتبدأ عملية التحكم في التليفون بتاعك بكل بساطة ومن غير ما تحس. اللي بيتجسس عليك هيقدر يفتح الكاميرا ويسجل لك من غير ما تعرف، ويقدر يفتح المايك، ويقدر يتجسس على مكانك ويعرف انت فين، ويسجل مكالماتك والرسائل بتاعتك والبرامج اللي بتستخدمها، واي حاجة موجودة على تليفونك هي فعليا هتبقى موجودة عنده، لانه شايفها زي ما سعادتك شايف تليفونك بالظبط. انا مش هتكلم كتير عن البرنامج ده واللي زيه، لان مش هو الوحيد اللي بيعمل القصة دي، لكن اللي عايز اقوله لك ان البرامج دي بتعمل كوارث على مستوى كبير. للأسف بقى في برامج وألعاب كتير جدا ملغمة بالبرنامج ده، خصوصا البرامج والألعاب اللي حضرتك بتحملها من خارج جوجل بلاي. نرجع بقى لقصة صاحبنا اللي قلناها في أول الحلقة، اللي قلنا بقى أن موبايله ساعتها كان حاسس أن في حد بيتحكم فيه وكأنه شغال على الموبايل. للأسف في برامج برضو بتتحكم في الموبايل عن بعد، وممكن أي حد روح تتصلح عنده الموبايل يركبها لك ويبقى شايف حياتك كلها. مش بس كده، ده الأخطر أنه ممكن يستخدم تليفونك وكأنك أنت اللي استخدمته، ويبعت رسائل لناس أو يكتب كلام يبعته لموبايل حد تاني من الناس اللي عندك ويعمل لك كوارث. ده غير أنه شايف شاشة تليفونك زي ما أنت شايفها بالظبط. تعال أفكرك بمسلسل مصري اتعرض في رمضان سنة 2017 اسمه هذا المساء. المسلسل بيتعرض للعلاقات الاجتماعية في طبقات مختلفة من المجتمع المصري، خصوصا في وجود التليفونات اللي بقت حياتنا جزء منها، وفي مواقف كتير جدا حصلت في المسلسل ده بسبب التجسس على موبايلات الناس عن طريق برامج زي اللي اتكلمنا عليها دي. وفي الحالة دي اللي بيتجسس كان قادر يتحكم في حياة الشخص اللي بيراقبه. مش بس كده، ده كان معرفة أدق تفاصيل حياة الناس ممكن تخلي الشخص اللي معاه المعلومات دي يتحكم في حياتهم فعليا، والموضوع ده فيه قصص كتير زي الابتزاز والتشهير وغيرها من الجرائم. نرجع بقى تاني للبرامج دي، زي ما قلنا الموضوع موجود وأي شخص ممكن يركبها لك على تليفونك لو أنت مش واخد بالك أو اديت تليفونك لحد يصلحه لك. أغلب البرامج اللي ممكن تستخدم للتحكم في التليفونات منتشرة لتليفونات الأندرويد، وأغلبها مبنية على فكرة اسمها RAT أو Remote Administration Tool. من اسمها كده يعني برامج للتحكم في الجهاز عن بعد. نفس الحالة اللي صاحبنا حكاها لنا بالظبط، بيظهر تليفونه وكأن في حد فعليا بيتحكم فيه، ممكن يكتب كلام هو ما كتبوش، أو يمسح كلام على الواتساب، أو يبعت رسائل هو ما بعتهاش، لأن الشخص اللي بيتحكم في الجهاز فعليا بيتحكم فيه عن بعد وكأنه ماسك التليفون في إيده. طبعا أنت متخيل بقى طريقة زي دي ممكن تعمل كوارث قد إيه، ممكن تدخل ناس في مشاكل لا حصر لها. واثبت بقى أن أنت ما بعتش الرسالة أو أنك ما بعتش الفيديو ده، ساعتها هتبقى كارثة في الخصوصية للأسف. كل اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إن البرامج دي منتشرة جدا في مصر، بدليل إن في قصص ابتزاز لا تتخيلوها موجودة في وزارة الداخلية وقضايا لا حصر لها.
اللي هياخد صور أو ملفات من موبايلك ممكن بسهولة تلاقيه بيبعتها لك رسائل ابتزاز وتهديد، يا تدفع يا ينشر ملفاتك كلها على الإنترنت أو على السوشيال ميديا أو يبعتها للناس اللي عارفينك، وساعتها الموضوع هيدخل في أعراض وهدم أسر. للأسف الشديد ده حاصل كل يوم. الضحية ما بقاش قدامه أي حل غير أنه يسمع كلام المجرم أو أنه يتفاعله علشان الفضايح، رغم أن الموضوع ده دلوقتي بيتعاقب عليه في القانون الجديد اللي صدر مؤخرا في مصر لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والمعروف بقانون 175 لسنة 2018. لكن زي ما قلت أغلب الناس مش هتبلغ لأن بسبب الخوف من الفضيحة والعار. اللي يهمنا بعد كل ده يا ترى الناس تحمي نفسها إزاي من المشاكل والجرائم دي؟ بعد الفاصل هنقول لك تعمل ايه بالتفصيل.